فاسمحوا لي نرجع لورا ونشوف القاهرة. وإحنا لما بتكلم على القاهرة أنا بتكلم على إقليم القاهرة سنة 70، من 45، من 50 سنة. من 50 سنة كان شكل القاهرة إزاي؟ كان المساحة القاهرة 52,000 فدان، عدد السكان 5.6 مليون نسمة بيمثلوا 16% من سكان الجمهورية. الكثافات الصافية 250 والكثافات الإجمالية 100. الكثافة الصافية اللي هي على مستوى الحي السكني فقط، الكثافة الإجمالية على مستوى المدينة بما فيها من شوارع وطرقات وأجسام مائية وكل حاجة. ده كان الشكل سنة 70. طيب بعد 45 سنة في 2015 وصلنا لفين؟ من 52,000 فدان وصلنا ل 140,000 فدان بزيادة 240%. من 5.6 مليون نسمة وصلنا ل 16.8 مليون نسمة بزيادة 300%. الكثافات السكانية ارتفعت، الكثافات الصافية ل 500 نسمة على الفدان والكثافات الإجمالية ل 140 نسمة على الفدان. دي متوسطات، معنى كده ان في اعلى من كده بكتير. ده معناه ايه في المحصلة؟ المحصلة كتلة عمرانية صماء مكدسة بالسكان والأنشطة والحركة. السمات العامة للعمران ده كثافات سكانية 500 وتزيد، في بعض المناطق في القاهرة بتصل ل 750 وفي الجيزة بتصل إلى 1000. الاستعمالات غير السكنية ارتفعت إن هي بتمثل 30-35%، وده معناها زيادة نسبة الأنشطة غير الإنتاجية. ده معناه ان ده مجتمع استهلاكي كله عبارة عن مجموعة من الأنشطة، زادت البقالة والسوبر ماركت والمكوي، كل دي أنشطة غير إنتاجية بتدل على مجتمع استهلاكي. نسبة البناء زادت عن 70%، انخفاض نسب المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، البناء العشوائي، عدم الاحترام للاشتراطات التخطيطية والبنائية. نسبة الطرق أقل من 20%، ده معناه تكدس وازدحام وعدم حركة. طيب الاختناقات المرورية وما ينتج عنها من تلوث وزيادة الانبعاثات الكربونية زي ما حضرتك أشرت فخامة الرئيس، وتضاعف الوقت المستغرق في الرحلات اليومية وانخفاض متوسط السرعة على المحاور المرورية. السرعة على المحاور المرورية انخفضت من 70 ل 30. الجايكا في 2010 قالت ان القاهرة لو استمرت بهذا المنوال على عام 2030 ستعلن القاهرة مدينة ميتة. يعني ايه مدينة ميتة؟ يعني بتنخفض فيها السرعة على المحاور الرئيسية لما دون 10 كيلومتر في الساعة. الصفات دي بتقول ان هذا المكان له بيئة عمرانية مناسبة لمزاولة الاعمال، وله بيئة عمرانية مناسبة لحياة السكان. تخيلوا ده كان الوضع. كمان ارتفاع المخزون الحراري للكتلة العمرانية وزيادة معدلات التلوث. الجزيرة الحرارية العمرانية دي احد الدراسات اللي بتتعمل، ولو بصينا في على اليمين حضراتكم سنة 90 كان شكل الاوربان هيت ايلاند عامل ازاي. كان في كثير من المناطق لسه في النطاق المقبول، بيزيد جدا الكثافات لما بنقرب في النيل. 2019 ابتدينا نخش لمراحل زيادة المخزون الحراري للكتلة العمرانية لما يزيد عن 45 و50 درجة في بعض المناطق، والمنطقة الحمراء بدأت تزيد. وده اللي بيفصل لحضراتكم، بيبقى في أوقات كتير في السنة تلاقي الدنيا عبارة عن غيام وحركة الهواء مفيش، والحالة الحرارية أزيد من الإحساس الطبيعي اللي بتدل عليه درجات الحرارة المعلنة. طيب لو قارنا المنظر العمراني اللي احنا كنا فيه مع اقاليم مشابهة، يعني بنقارن اقليم القاهرة الكبرى باقليم مكسيكو سيتي او اقليم مدينة باريس، هنلاقي ان الكثافة في اقليم القاهرة الكبرى 11,000 نسمة على الكيلو متر المربع. احنا بنتكلم على الكيلو متر مش على الفدان، لان الريفرنس اللي احنا جايبينه او المرجعية اللي احنا جايبينها بتشتغل على الكيلو متر. في مكسيكو سيتي 2,800، في مدينة باريس 5,000 نسمة على الفدان، احنا 11,000، يعني ضعف واكتر من اقرب اقليم حضري موجود في منطقة مشابه للاقليم بتاعنا من حيث عدد السكان. طيب احنا من واقع المشكلة اللي رصدناها في اشكالها المختلفة دي، حطينا مجموعة من المستهدفات. المستهدف الاول هو النزول بالكثافة السكانية من 500 ل 250 شخص على الفدان، الكثافة الصافية. طيب ايه هو الاجراء المتخذ في مقابلة هذا الهدف؟
التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة وخلخلة العمران القائم، الاثنين مع بعض. احنا بنتكلم على خلق وتوسيع وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وخلخلة العمران القائم. الاستعمالات غير السكنية اللي زادت إلى 30 و50%، احنا بنتيح فرص في الأنشطة الرئيسية والإنتاجية في المدن الجديدة من خلال زي ما أشار مع فخامة الرئيس عمل المناطق الصناعية والمناطق الحرفية، وفي بعض المدن الجديدة عاملين أحزمة خضراء لاستيعاب بعض الأنشطة الزراعية. نسب البناء عايزة تنزل على الأقل من 70% ل50%، وده اللي حاذى بينا اتخاذ الإجراءات لوضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لحوكمة وضبط العمران في القاهرة، بالذات في إقليم القاهرة الكبرى. نسب الطرق الأقل من 20% دي كان من لازم المستهدف ان هي تزيد على الاقل لتصل الى 30%، وده اللي بيفسر ليه الدولة مهتمة بشكل كبير جدا زي ما شرح سيادة اللواء إيهاب والفريق كامل رفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وانشاء مجموعة جديدة من الطرق الجديدة وربط العمران القائم بالعمران الجديد في المدن الجديدة.